السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، أندي دي لور يكشف عن خطته المستقبلية. لذا أعزائي المشاهدين، قبل التعرف على هذه الخطة المستقبلية لأندي دي لور والتعرف على باقي التفاصيل، أتمنى منكم أن تضغطوا لايك تجعلنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا كشف الجزائري أندي دي لور عن مستقبله، أين أكد أنه باقي في صفوف نادي مونبيلي الموسم المقبل بالرغم من العروض المغرية التي أصبحت تشترط عليه. وقال أندي دي لور في حوار أجراه مع قناة RMC الرياضية الفرنسية: أنا سعيد للغاية في هذا الفريق ولن أغادر النادي، فأنا باقي الموسم المقبل وأريد تحقيق نجاح أكبر مع هذا الفريق. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني كتصريح شخصي مني، يعني رأيت طريقة لعب هذا اللاعب أندي دي لور في ناديه مونبيلي. طبعا لديه مستوى ممتاز، طبعا هو بمثابة هداف مونبيلي ويقدم مستويات ممتازة. لهذا أعزائي المشاهدين، كتعبير شخصي مني، تمنيته أن يكون في كان 2019، لأنه يعني سيساهم في الذهاب بعيدا في كان 2019. يبقى هذا تصريحي أنا أعزائي المشاهدين. وأضاف: وأشكر الرئيس الذي وضع الثقة في، وأريد أن أثبت للفريق ولرئيس النادي ما يمكنني فعله. وطبعا يذكر أن هداف مونبيلي هذا الموسم مطلوب بكثرة من العديد من الأندية، أبرزها نادي سانت إيتيان والذي يصر على انتدابه. وطبعا كشفت بعض الصحافة الجزائرية، يعني موثوقة أعزائي المشاهدين أقولها بكل صراحة، هذا الخبر موثوق 100%، أن جبان بلواضي استدعى أندي دي لور في القائمة التي تتضمن 23 لاعب للمواجهة في الوديتين المبرمجتين، وليس أعزائي المشاهدين في قائمة الكان، لأن قائمة الكان تتضمن 33 لاعب، والقائمة التي ستلعب يعني في المباراتين الوديتين المبرمجتين أن عددها أقل من 23 لاعب. لذا أعزائي المشاهدين، كرأي شخصي مني، أتمنى من هذا اللاعب أن يفرض نفسه ويبرهن للناخب الوطني جبل بلماضي ولجميع مراسل المنتخب الجزائري أنه يستحق فرصة للذهاب بعيدا في كان 2019 بالمنتخب الجزائري، صراحة لأنه يقدم مستويات رأيتها عالية للغاية. لذا أعزائي المشاهدين، هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن قبل انتهائه أتمنى منكم أعزائي المشاهدين أن تنشروا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتنمو القناة. طبعا نحن قريبون جدا من تحقيق 50,000 متابع في هذه القناة، طبعا أقدم لكم تحية من القلب أعزائي المشاهدين. وأيضا لا تنسوا لايك تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. والسلام عليكم.